وكمان طلبت طريقة العيش اللي احنا عاملينه ده. ده بيبقى عبارة عن عيش شامي عادي جدا، بنجيبه بنقطعه مثلثات بالشكل ده كده، وبنحطه بنقليه في الزيت، بس المفروض ان انت بتطلعيه فاتح شوية علشان كل ما بيقعد كل ما بيغمق شوية كمان، تمام؟ وبيطلع بالشكل ده، واول ما يطلع ممكن ان احنا نحط عليه ملح وكمون ونبدأ نقدمه مع الكشري بالشكل ده كده. وصحتين وعافية على قلبك يا رب.